السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مستر الياس. والله غير توحشتكم يا حبيبو. حصريا في البروغرام تاع الجزائر، كي تحب تشوف دراما شوف كوميدي، وكي تحب تشوف كوميدي شوف دراما. باسكو الاحباب بيناتنا رانا نضحكوا في الدراما ونحبوا نبكوا من القياف في الكوميدي. يرحم باباكم فهموا روحكم. اليوم راح نحكوا على ان فيتون يا محينك معمر بلي فوراكم يا ودي. لا لوجيك هاك وهو هاك فريمون رياليزاتور وسيناريست يا ودي مردونا في هذا الفيتون. المهم اليوم راح نحكوا على الفيتون تاع يما المسلسل الذي تحدى المنطق. نبداو بلاصه الاولى. سيري فخير من وجوهكم، الله تربحكم. بنتك الزواج وتروح عروسها ونشوفها قدامي في العطاء. ان شاء الله ان شاء الله. تروحي وتخليني. لا لا ماما، تولي تجي لعندي انا، مره على مره نجي لعندك، حاجه ما تبدل. تتفاصل العس سنه الحياه، ربي يهنيك ان شاء الله. امين ماما امين. وحقا هذاك القفطان جاك مليح؟ انا القفطان ماما. يما وراه القفطان. يما واش كاين؟ واش من القفطان تاع العس؟ يما بيان سور القفطان تاع العس راجلك هو اللي داخ. يا سلام، حصريا في لي فيتون تاع الجزائر لي زاكتور حساسين يا محايد. يا مسيو رياليزاتور، عندي ليك اون كيستيون، من سيخسر المليون؟ كيفاش عرفت لا دوموازيل بلي دالها القفطان؟ واحد حساسه بزاف، زوج هاد القفطان يمشي بالجي بي اس وغير يسرقوه يبدا يسينيالي، ثلاثه اللي يتبع السكريبت نسى روحو راح يضرب فيها ساندويتش ونسى كاع بلا يتبع فيها. لا 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 بس يا مسيو رياليزاتور راك بلوكيت لنا مخنا يا محايد. وفي هاد المسلسل بيان سور يجوزو دي بيب، وهنا راهي الكارثه الكبرى. راكو تعرفوا حنا لي بيب كي نديروهم وحدهم ونتخبوهم، يتسمى ما بالك نسيو ندخلوهم في لي فيتون. كارثه يا محايد. وكيما العاده في هاد لي جور تاع لي بيب الرياليزاتور يسي يصيب اون ايدي باش يدخل لابيب تاعو في لي فيتون، يعني تورني بلي زاكتور تاع الفيتون في هاد لابيب. وهنايا اللي تبلوكا مخنا، شوفوا هاد لابيب. اركبي مريم. مركبش فيها انا هادي، نوسخ حوايجي نوسخ حوايجي. النشا للنظافه العميقه. سمحوا لي بالك في لي زيبيزود الجايين ان شاء الله يتسقم المسلسل، مي هاد لاسان يعذبوا بها يا محينا. يا سلام منك بصح. توسخ حوايجها في الاودي. سمح لنا يا مسيو اودي، مي والله غير انا حشمانين منك. تسمى رياليزاتي دار ام بي بتاع لو شو وتيرا الاودي. كواكو كي تيدخل لو شو مع الاودي واودي موسخه، الوغ كو الاودي ما شاء الله كما شفناها في الفيديو ما كاش راكور يا حبيبي. ان شاء الله برك اودي كل ما شافش هاد الكارثه. محينك لو كان يشوفها يحبس كاع لا كونستركسيون طوموبيل والو نادا. سينون لو كان يتبع رياليزاتور يدير كونفونسيون مع لو شو. راكو تعرفوا كونفونسيون شو اودي، كي تشري اودي يمدلك مع لو شو باسكو يقول لك الله غالب اودي تاعنا موسخ. يا سلام على رياليزاتور. انتوا مسخروا بينا دوك ولا كيفاش؟ يا محينكم راكو تحديتوا المنطق، دوك تحداو لا لوجيك. العام الجاي جو سوي سير يتحداو الجي دي بي، تدوها لهنودا يا محينك. زيد على هذا ان اوردر فور اكور يما حكموا عليها ب 10 سنين. نهار دخلت الحبس كنت بالكرش، بعد 9 شهور ولدت الطفل كي وصل العامين لازم يخرج من الحبس. انت هو الحكايه كامل، حكمنا ب 10 سنين حبس. هو نقولوا في عمره الحق ل 30، ومن بعد اللي دار ديالوج شغل ما كانش نتفاهم مع السيناريست، سقساها وقال لها مازال في الحبس. مازال في الحبس؟ على باليش انا من نهار خرجت من الحبس ما زدتش زرته. يا حبيبي راهي ديفيرونس كبيره باينه ماهيش في الحبس. بيرفكت الله غير فريمون تلفوها لي. هاك هاد الدراهم تاوعك. تاوع هاد الدراهم. احكم. هاد الدراهم عطاتهم لي يماك زمان. تما كي باعتو كان صغير، اكو معايا، وعلى حسب ما نعرف 200,000 ما كانش تكزيستي حبيبو. هادي كيما تسمى لي شراو عليك هاد الولد يا محينك سابقين زمانهم. اول ما نستعمل 200,000 قبل ظهورها باعوام يا هاي نقولوا معليش نقولوا بدل الدراهم اخرى. المهم احباب حنا الله فات على الفيديو، ما تنساش تابوني بجوج سنايات لحدا، وبيان سور دير ان بتي جام هنايا باش راك تعرف هكذا نكملوا بقوه ان شاء الله. برك ما يكونش راح لكم المنطق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صحه فركم.